النهاردة هنعمل لكم شوربة المشروم. الشوربة عبارة عن كرات وكرفس وبصلة صغيرة كده. ادي الزيت، علقة زبدة صغيرة، واقطع المشروم بتاعي والكرات والكرفس، واضيف المشروم بتاعي. ادي تعفرة الدقيق، واحط الملح والفلفل والبيون بتاعي. هدي النار عليها شوية واسيبها، هنضربها بالمكسر، اديها الكريمة وتبقى جاهزة عندي على الغرف. شوربة المشروم اهيت، وشكرا جزيلا.